تطوير وتوسعه الطريق القاهره اسكندريه الصحراوي بطول 160 كيلو. تم تنفيذ الطريق سنه 1935 كمدق من الاحجار مثبت بالبيتومين بعرض 6 متر، وتم توسعته ورصفه في مرحله لاحقه ليصبح 2 حاره لكل اتجاه. ادت زياده حركه العمران على جانبي الطريق الى التكدس المروري وزياده نسب الحوادث. فتم تطوير وتوسعه الطريق عام 2015 ليصبح 6 حاره لكل اتجاه، منها 2 حاره للشاحنات، ودي كانت الاول مره يا فندم في مصر اللي تفصل فيها حركه الشاحنات عن الملاكي وتحويله الى طريق حر بانشاء كباري علويه على التقاطعات الرئيسيه، مما انعكس على خفض معدلات الحوادث على هذا الطريق بنسبه 38%. ولتلبيه الطلب العالي لمرور الشاحنات على الطريق جاري تطويره وتوسعته حاليا ليصبح 8 حاره في كل اتجاه، منها 4 حارات للشاحنات، وبلغت نسبه تنفيذه حاليا 95%، وبتنفذه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه.